السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، شلون اسمعكم تراكلر. اليوم نجي لكم جيم بلاي بلاك اوبس 2. الجيم بلاي هذا والله ما ادري يا انه دوجز يا انه جيم عادي، لاني الحين انا ما قاعد اشوف المقطع وبختار اشوف الموجودة عندي يعني من الثيتر، او اني بلعب واجيب مقطع. فاعذروني اذا كان لعبي مخيس، لانها شو اسمه لي شهر تقريبا ما لعبت كود، والله شهر العب فيفا، العب جراوند، العب ماينكرافت، قلت طقت قلبي زي العاب يعني كود كرهته والله كرهته مره. فبحكم الكثيرين طلبوني طلال تكفى ارجع الكود، طلال تكفى نزل كود، اشتقنا لك والله ابشر ان شاء الله من عيوني راح ارجع الكود الى ينزل كود جوست. وصوتي متغير والله، مزكم شوي وتعبان وحالتي حاله. ويلا خلونا نبدا المقطع. اليوم حبيت اتكلم بحكم اني انا اتكلم عن مثلا قصص تصير لي يعني، مثلا في رمضان تكلمت عن الجيل ما يفطر وزي كذا، يعني قصص انا اللي تصير لي هذه. راح اتكلم عن شيء صار لي وانا صف تقريبا ثالث ابتدائي وثاني ابتدائي واولى ابتدائي، يعني ثلاث سنوات هذه. كانوا اخواني عندهم اللي عنده رهيب، اللي عنده العنيد، اللي عنده المملكه، فكل واحد عنده جوال. وكنت احب لعبتين، الدوده اللي تجي كذا والكوره ذيك، عرفتوها اللي لحق على الجوال ذا او شافه يعني فبيعرفه. طيب شو تسوي؟ كانوا اخواني يعطوني، ما يقصروا والله يعطوني وما ادري شو. فانا حيوان الصراحه ما كنت اعرف للجهاز ولا شيء، هم يفتحوا لي اللعبه كل شيء ويخلوني العب، بس افاجئ نفسي كذا وانا العب 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 اطلع كذا من اللعبه كذا واحذفها. سويتها بحق اخوي، كنا في الطايف اوكي، ما كان البيت، ما كان كنا ساكنين دراس اوكي، فسويتها وحذفت جوال اخوي من القمطه. ايش اسوي انا؟ خلاص كذا اقسم بالله قلبي كذا طق طق، الى الحين اذكرها والله ما نسيتها، الى الحين اذكرها قلبي يفز طق 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 طق. وش اسوي يا شيخ؟ خلاص انا حذفتها بتصفق، ما في نظام تحميل اب ستور زي كذا، ما في مديك تحملها في اتصالات، بس ما كنا نعرف، ما كنا نعرف شيء المهم اول ما كان نعرف شيء. فا وش اسوي انا خايف، فاسوي كذا وجهي محمر اوكي، اعطيه الجوال وراح اتغبى وراح انام ورمي كذا وازبن والله انام. ويقوم يقول ليش تحذفها ما ادري شو، واجي ابكي 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 والله بكي اقسم بالله، مو بصاحي من الخوف، من الخوف اخوي كبير عاد، من الخوف والله ابكي. اخر شيء سامحني، خلاص سامحني، ما سوى شيء، ما ضربني ولا شيء. بعدين سويتها باخوي الثاني، حذفت لعبه الدوده، اخوي الثاني يموت بشيء اسمه لعبه الدوده، والله يحبها حب ما هو بصاحي، هو نايم هو بالحمام هو كل مكان، انتم بكرامه يعني في كل مكان يلعب لعبه الدوده، حسسني انه بلاك بيري. واسويها واحذفها ما خلت شيء الا حذفتها يمين بالله. بعدين سوى اخوي الثاني ذا يحبني اوكي، اللي حذفت لعبه الدوده يعني ما يسوي لي شيء، خلاص حذفتها خلاص اوكي، حطها في جيبه وما ادري كيف، واتوقع نغير الجوال عشان اللعبه يعني. فاقسم بالله صفقت قلت، بعدين توبه اعطوا جوالي، اعطوني كيف اوصف لكم، تكلشت توبه يعني ما اعطوني خلاص جوالاتهم، ما يعطوني الا ذا اخوي اللي لكم يحب يعطيني الدوده ذي، يعطيني خلاص ما عليه يعطيني. وبعدين صارت لي سالفه، وشو اخوي قال لي جيب لي بيبسي اوكي، قال لي جيب لي بيبسي وخليك تلعب اللعبه بجوالي الجديد. انا ايش اسمه جوال جديد والله نسيته. فبعدين قلت له طيب بجيب اللعبه، بجيب البيبسي وش اللعبه، جبت له البيبسي اوكي اعطيه، ثم قال بكره ان شاء الله اعطيك اياه. قلت طيب خلاص الحين تحمست انا. بعدين يقول اعطني اياه ما اي اعطيني، يقول والله ما تشمه ايش تبي انت فاضي تحذف الالعاب ما ادري شو، ثم من الغبره من وانا ابكي عطري اياه ما ادري شو، كنت صغير توني عاد وانا ابكي كذا، جت كذا كلمه شاطحه انا امس اعطيت البيبسي، اقول لها طرش البيبسي انتم بكرام يعني، لا منزم يضحكون علي ضحك امس البيبسي وش طرش فيه، اقسم بالله ذاك الوقت كنت سبك جدا وبس كان عندي. اتمنى ان اعجبكم المقطع، واذا تبغون قصص كثير ترى والله عندي قصص كثيره، انا طفولتي مره طفوله شنيعه وطفوله مليئه بالجريات الكثيره كثيره وان شاء الله ان شاء الله صح ان شاء الله كلها يومين، يوم الجمعه انا اليوم بنزل المقطع هذا الاربعاء، يعني يمكن يرفع بكره واليوم نفس الوقت. نشوفكم باليوم اللاعبين، انا بكون موجود انا وباولو ونطارق، ويمكن مستر عكوز معنا ما ادري، انا وبالون ونطارق بنكون مع بعض داخلين مع بعض كل شيء مع بعض. وبس ذلك عندي، اتمنى تضغطون زر لايك مفضل اذا عجبكم المقطع، واذا عجبك الجيم لا تسوي شيء لان الجيم بيكون مخيس خايف انا.
وبس لك عندي كان معكم تراكيلر، نراكم على ألف خير ومع السلامة، لا تنسى الاشتراك.